بالتراب والماء تكون لوحاتها الفنية بطريقة إبداعية، أينما وجدت مكانا مناسبا ترسم بريشتها أجمل اللوحات. فكرة الرسم بالتراب ما أنا بعيدة عني من وقت اللي كنت طفلة، أنا برسم بالتراب مثل أي طفل هلأ بيعبس وبيلعب بالتراب، بس طبعا عن طريق اللعب، الشغب، التسلية. بفترة هالحرب وظروف البلد والحصار اللي مرينا فيه رجعت أرسم بالتراب بطريقة تقنية طبعا أكثر، وصرت أبحث عن أنواع من التراب، وكثير كان شيء حلو التشجيع اللي لقيته والنجاء اللوحات وجمالية اللوحة اللي كنت شوفها أنا قدامي، كثير شجعتني أن أرجع أرسم من أول وجديد وطور حالي. فصرت أطور حالي طبعا، أول لوحة أكيد ما رح تكون، كل لوحة بتختلف عن لوحة الثانية، والنجاح دائما بيعطيك حافز أنك تشتغل أكثر. أنواع اللوحات طبعا نوعت، هلأ أنا رسمت عن انتصارات جيشنا العربي السوري لوحات، رسمت قضايا اجتماعية إنسانية، عن طفولة، عن البيئة حاولت أخذ عن تراثيات مثلا المحافظات. لو توفرت عندي الألوان ما بقى أحب أرجع، بحب أني استمر التراب الصراحة، يعني لأنه شغلي عن جد إحساس كتير حلو، كتير حلو يعني، ودافئ تجاه تراب بلدك المقدس، أنك تشكل منه لوحات فنية هذا شيء عظيم، وتسافر فيه على مختلف بلدان العالم من خلال لوحتك، أنت بتقدر تبرم بلدان العالم من خلال اللوحة، هذا كتير شيء حلو. وتحاول الفنانة جوليا وبالرغم من الظروف الراهنة الاستمرار بعملها الفني وتحقيق إبداع من نوع آخر وبطريقتها الخاصة. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.